السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نقرأ اللكجر الأول من مادة الفيزياء الطبية من الفصل الثاني. هذا اللكجر راح يحكي عن الضوء في الطب، يعني light in medicine. راح نعرف شنو الضوء، شنو أنواعه، شنو تطبيقاته، شنو تأثيراته على الجلد، وهذه أهم شيء. نحاول هي شوية ملزمة بها كلام هواية، نحاول نقلل من الكلام بالفهم والشيء زايد نحذفه. وآسف لأن جاء أتأخر بالمحاضرات، بس يعني عندي فاينل بعد يوم، بعد 30 ملزمة ما قاريهم، بس حاولت أصور هاي المحاضرة وإن شاء الله اللي بعدها إن هو قالوا لي عليها وإن شاء الله تفيدكم. نقول بسم الله ونقرأ. عنوان الملزمة light in medicine، الضوء بالطب، يعني الضوء هذه بالعامية، أي ضوء أنواعه، راح نعرف شنو اهتمامه وشنو مجالاته بالطب من ناحية تأثيرات واستخدامات. أول سلايد هذا كاتب لي بي content، المحتويات. راح أعرف شنو المحتويات اللي أدرسهم خلال هذه السلايدات بالملزمة. أولاً nature of light، طبيعة الضوء. شنو nature of light؟ يعني هذا الضوء منين جاي، شنو من شنو يتكون، شنو هو الضوء؟ إذا عرفاني من أقول الضوء شنو يقصد، هل هو سائل، هل هو موجة، هل هو هواء؟ فأول شيء راح أعرف طبيعة الضوء. ثاني شيء properties of light، خصائص الضوء. أكيد الضوء حالة حال أي مادة بالكون لها خصائص، لها فد عوامل فيزيائية تأثر بها، فراح أعرفهن. من ضمن هذه الخصائص الرفليكشن and الرفركشن، واحدة بالآر دعقو، واحدة بالإل، واحدة بالآر. الرفركشن يعني الانعكاس، أول واحدة الانعكاس الرفليكشن، and الرفركشن الانكسار، and absorption والامتصاص. وبعد طبعا دكتورة ما مكملة هنا الإيميجن الانبعاث راح ناخذها أيضا. فمن الخواص الضوء الانعكاس والانكسار والامتصاص والانبعاث، الرفلكشن and refraction، والابزوربشن الامتصاص and الامايجن أي الانبعاث. تمام، راح ناخذ بعد شنو انواع الانعكاس، type of reflection، انواع الانعكاس اللي هو انعكاس، عفوا اسف، انعكاس مشتت diffusion او diffuse، وانعكاس منتظم اللي هو specular. الديفيوز الانعكاس يعني المشتت اللي راح ينتشر باكثر من منطقه، اما السبيكولار يسمونه الانعكاس المرئي او المنتظم. هسه راح نعرف شنو هن عن طريق السلايدات. رابع يعني رابع موضوع راح نتطرق له بلانك اكويجن، معادله بلانك عفوا، اللي هي لقياس طاقه الضوء. بعدها الفوتوثيربي، النظريه الكهروضوئيه. وبعدها بالنقطه السادسه راح ناخذ ابلكيشن، تطبيقات للأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء في الطب. راح نعرف هاي الأشعة فوق البنفسجية شنو ممكن استخداماتها بالطب، شنو تداخلاتها بمجال الصحة، هل تأثر على الجسم لو لا. وأيضا الأشعة تحت الحمراء ألترا فايلوت، هذه فوق البنفسجية، إنفراريد تحت الحمراء، ميديسن طب. آخر شيء راح ناخذه بالمنزمة اللي هو تانينج آند سكين كانسر، تانينج اند سكين كانسر. تانينج انا راح من اوصل هذه المصطلح اقول لكم علي، والسكان كانسر عفوا هذا سكين كانسر سرطان الجلد. التانينج لما نوصل انا افهمكم علي، بس كمختصر عنه هو اسمرار الجلد، وراح نفهم شلون يصير بدون ما نزيد كلام هنا، لان هاي محتويات. طبعا هاي الصفحه قريت لكم اياها تعرف شنو ناخذ وما مطلوبه، يعني هاي الصفحه محتويات ما يجي الفهرست ما يجي. تمام تمام، هسه نبدأ بالملزمة. الملزمة ايش قايل لي؟ قايل لي اللايت، الضوء. راح يفصل الضوء تفصيل شنو هو، شنو مصدره، شنو نوعه، كل شنو نعرف بيه. اللايت الضوء شنو هو؟ هنا هذا حيل مهم. اذا قال لي ما هو الضوء، اقول له is هو particular form. شنو يعني particular form؟ particular معين، form شكل، هو شكل معين. من شنو شكل معين؟ من ماء، من هواء، من غاز؟ يقولك هو شكل معين من شنو؟ من الكترومغناطيك ريديشن. راح نجي نفسرها شنو الكترومغناطيك ريديشن. ريديشن اشعاع، الكترو كهرباء، ماغنتيك مغناطيس، نجمعهن اشعاع كهرومغناطيسي. اول معلومه عرفتها واهم معلومه ان الضوء هو احد اشكال الاشعاعات الكهرومغناطيسيه، يرمزوا له بالرمز اي ام ار. اي يعني الكترو، ام يعني ماغنتيك، ار يعني راديشن. راح يقولون ما فهمنا.
أول شيء عرف للضوء، قال الضوء هو أحد أشكال الأشعة الكهرومغناطيسية. تمام هو أنتوا لحد الآن أو أنا وياكم ما عرفنا شنو الأشعة الكهرومغناطيسية، بس عرفنا إنه الضوء هو عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية. تمام يعني الضوء هو مو هواء ولا مي ولا غاز، لا الضوء هو إشعاع كهرومغناطيسي. طيب شنو يعني إشعاع كهرومغناطيسي؟ أول شيء من نسمع كلمة إشعاع يعني موجة. طيب لما نسمع كهرومغناطيسي يعني شنو؟ كهرو يعني كهربائي، هذا كهربائي، إشعاع كهربائي. مغناطيسي يعني مغناطيسي نفسه، هيك يصير عمودي. فهنا عندي تداخل بين نوعين من الإشعاعات، عندي هذا الإشعاع اللي عمود الأفقي اللي هو الإشعاع الكهربائي أو المجال الكهربائي، والعمودي اللي هو المغناطيسي. مجموع ذول المجالين أو الإشعاعين شنطيني شنو مجموعهم هذول الشكلين؟ مجموعهم إشعاع كهرومغناطيسي. يعني هسه إذا أريد أعرف لحد أنا إحنا همين ما أعرف شنو إشعاع كهرومغناطيسي، بس فهمنا إنه إشعاع يعني موجة، إشعاع يعني شنو؟ يعني موجة. كهرومغناطيسي يعني موجتين متداخلتين عموديتان على بعضهما. هذا الحكي وين أخذناه؟ هذا الحكي أخذناه بالفصل الرابع بالسادس إعداد العام، اللي هو فصل كامل يحكي عن الضوء. قالك أن الضوء هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، هاي الموجة هي شكلها. كهرومغناطيسية يعني نوعين، موجات كهربائية وموجات مغناطيسية، سوية يلتحمون يندمجون يتداخلون يكولون إشعاع الضوء. إذا جاني سؤال وقال لي ما هو الضوء، هاي جدا مهمة، أقول له هو إشعاعات كهرومغناطيسية. هاي لحد الآن أهم معلومة خذتها بالكلام. طيب هاي الإشعاعات الكهرومغناطيسية شنو هي؟ أريد أعرفها. هسه راح يجي يقول لي عليها الإلكترومغناطيك ريديشن. الكترو يعني كهرباء، ماغنتيك يعني مغناطيس، ريديشن إشعاعات. الإشعاعات الكهرومغناطيسية هي شنو؟ يقول لك consist تتضمن of an لي شو تتضمن؟ electrical field مجال كهربائي، field مجال، electrical شنو؟ كهربائي، اللي هو رمز اي، الاي شنو يعني؟ مجال كهربائي. وبعد شنو؟ and magnetic field ومجال مغناطيسي. اذا جاني سؤال وقال لي على ماذا يحتوي الاشعاع الكهرومغناطيسي، قل له يحتوي على اي اللي هو مجال كهربائي، وام اللي هو مجال مغناطيسي. مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. اذا الاشعاع كم نوع؟ الضوء نوعين، مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. هو عبارة عن اشعاع يتكون من مجالين متعامدين، الكهربائي والمغناطيسي. زين ذول المجالين شبيههم؟ يقول لك both this كلا من filed، كلا من هذين المجالين شبيهين، travel ينتقلان at the speed بسرعة الضوء. شنو قصده؟ قصده هاي الموجة، هاي الموجة الكهربائية وهاي الموجة المغناطيسية، كل واحدة منهم ايش قد سرعتها؟ سرعتها 300,000 كيلومتر مربع بالثانية. تمام؟ وهذه ايضا سرعتها 300,000 كيلومتر مربع بالثانية. يعني كل من المجالين يتحرك بسرعة الضوء. كل من المجالين يتحرك بسرعة منو؟ بسرعة الضوء. المجال الكهربائي والمغناطيسي الموجود بالضوء كل منهما يتحرك بسرعة الضوء. تمام هو الضوء أصلا شنو؟ مجالين، كهربائي ومغناطيسي، كل واحد بيهم مش قد سرعته 300,000 كيلومتر مربع، هي سرعة الضوء المعروفة. هاي المعلومات اللي أخذناها. شلون يجيني السؤال؟ راح أقول لك من ماذا يتكون الضوء أو ما هو يعتبر الضوء؟ هو أحد أشكال الإشعاعات الكهرومغناطيسية. طيب هذا الضوء اللي أحد أشكال الإشعاعات الكهرومغناطيسية من شنو يتكون؟ يتكون من مجالين، كهربائي
ومغناطيسي. كيف ينتقل هذه المجالان؟ ينتقلان بسرعة الضوء. Travel at the speed of the light. سرعة الضوء شنو رمزها؟ رمزها C. لحد الآن أنا عرفت شنو الضوء. لحد يقول ما عرفنا. عرفنا أن الضوء هو إشعاع كهرومغناطيسي. يعني شنو؟ يعني موجات ضوئية عبارة عن كهرباء ومغناطيس. إيش قد سرعة هذه الموجات؟ 300,000 كيلومتر مربع بالثانية، اللي هي سرعة الضوء اللي رمزها C. طيب هسه كملنا من شنو هو الضوء، عرفنا شنو هو، هسه نريد نعرف بماذا يتميز الضوء، شنو ميزاته. قايل لك تو يعني اثنين، كاركترايستك يعني شنو، او كاركترايتكس يعني خصائص للضوء، خاصيتين اللي هن شنو. يقول لك خاصيتين هذه الاشعاعات الكهرومغناطيسية اللي هي الكترومغناطيك ريديشن، الكترو كهرباء، ماغنتيك يعني مغناطيس، ريديشن اشعاعات. هاي الإشعاعات بشنو تتميز؟ تتميز بميزتين، واللي هن أولا طبعا راح أشاركم على الميزتين وارجع أقرأ السطر الفوقها. الميزتين هن الويف لينث الطول الموجي and frequency التردد. أشوفكم شنو يعني يقصد. هذه هاي كلها يسمونها موجة بها تردد. شنو يعني تردد؟ شوفوا لي هذا اللي اقصد لكم به التردد، هذا شوفوا هذا وشوفوا هذا. هاي الموجه اللي فوق ترددها قليل لان تتكرر بشكل قليل، اما الموجه ترددها عالي. فالتردد هو تكرار الموجه، عدد مرات التكرار في الثانيه، هذا التردد اللي هو اف. اما الطول الموجي، شوفوا لي هذه الموجه منها لهنا، هذه خلينا نقول طولها 40 ملي، وهذه الموجة الثانية طولها 2 ملي. فالطول الموجي هو سعة الموجة، المسافة بين أقصى نقطة للموجة من اليمين لليسار. فعندي مصطلحان تتميز بهما الإشعاعات الكهرومغناطيسية اللي هو ترددها وطولها. إذا جاني وقال بماذا يتميز، عفواً، إذا جاني وقال لي بماذا يتميز الإشعاع الكهرومغناطيسي، قل لي يتميز بالطول الموجي والتردد. راح تقول لي شنو يعني يتميز بالطول الموجي عن التردد؟ يعني هذا الإشعاع الكهرومغناطيسي بأنواع. شلون أميزه إلى أنواع؟ حسب الموجة وطولها وترددها. فأكو ترددات عالية إلها اسم معين وترددات ناصية إلها اسم معين. بالتالي الإشعاعات الكهرومغناطيسية شنو اللي يميزها، اللي يفصلها؟ شغلتين اللي هنا شنو؟ الطول الموجي والتردد. التردد رمزه F، الطول الموجي رمزه Y مقلوبة، اللمدة هذا رمزه، هذا جدا مهم، اللمدة راح ناخذها شوية النوم. نرجع نقرأ السطر. قال لك الإشعاعات الكهرومغناطيسية شغلتين يميزنها. قال لك بعد شنو؟ وهذه شغلتين particularly important يعني مهمة بشكل رئيسي، تمام؟ اللي هنا شنو؟ الطول الموجي والتردد. جاني سؤال وقال ما الذي يميز الأشعة الكهرومغناطيسية؟ اختار لل wavelength and frequency، الطول الموجي والتردد، تمام. نكمل بعد. electromagnetic radiation الإشعاع الكهرومغناطيسي، radiation إشعاع، الكترومغناطيك يعني كهربائي مغناطيسي اللي هو رمزه EMR، E الكترو، M magnetic، R radiation. إش بي؟ قال لي as an electromagnetic wave، as يعني أنه، على أنه، مثل، مثل شنو؟ مثل موجة، wave يعني موجة، wave يعني شنو؟ موجة. الكترومغناطيك يعني كهرومغناطيسية. شنو يقصد موجة كهرومغناطيسية؟ موجة كهرومغناطيسية يعني هيك شكلها، يعني كهربائية ومغناطيسية عمودة عليها. فيقول لك ينتقل الضوء بشكل موجات كهرومغناطيسية. شبيه هذه الموجات كهرومغناطيسية ذات والتي travel تنتقل through space خلال الفراغ at the speed بسرعة اللايت الضوء، اللي هي رمزها شنو؟ سرعة الضوء رمزها سي. إيش قد مقدار سرعة الضوء؟ مقدارها 3 × 10^8 متر على السكند، طبعا تربيع لان سرعة.
وتأكدوا من الدكتور، هي مترعى سكن تربيع المفروض، تأكدوا من الدكتور خافان غلطان. المهم انه سرعة الضوء ايش قد؟ 3×10^8 متر على السكن تربيع. 3×10^8 نقدر نقول احنا بها مقدارين، 300,000 كيلومتر او نقدر نقول 300,000,000 متر على الثانية. تمام؟ انتوا احفظوا انه هي ايش قد؟ 3×10^8 متر على الثانية تربيع. هاي شنو؟ هاي سرعة الضوء. طيب الحد الان هذا السلايد بيدوخة، راح الخص لكم اياه. الخص لكم اياه بشنو؟ الضوء هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن اي ام ار. شنو اي ام ار؟ اي يعني كهرباء، ام يعني مغناطيس، ار اشعاع يعني اشعاع كهرومغناطيسي. هذا شنو يميزه؟ يميزه شغلتين. هيش تقدر تلخصون؟ الضوء هو عبارة عن اشعاعات كهرومغناطيسية تميز بشغلتين، يتميز باللمدة وبالاف. لمدة يعني طول موجي، واف يعني تردد، اللي هو يعني هذن الاساسيين هم اللي يصنفون انواع الاشعاع الضوئي. طيب هذول اثنيناتهم الاشعاعات الكهرومغناطيسيه ايش قد سرعتهم؟ 3×10^8 متر على الثانيه، وتاكدوا هل هي الثانيه تربيع او لا. ابحثوا، انا صراحه ما متاكد المعلومه لان ما قارن الملزمه، بس ابحثوا انتم. 3×10^8 تمام. هذا ملخص السلايد كلية اللي صرنا ساعه نحكي بيه. الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية يميزها التردد والطول الموجي، وسرعتها 3×10^8. هذا كل الموضوع اللي أخذناه بسلايد هذا، تقدر هيك تسوون خارطة تتذكرون السلايد. طيب اذاكر لي اللي جوه، قال لي الفق يعني الفقر. هاي هذا مختصر يعني فقر شكل، طبعا هذا مو قراية، هاي مو قراية لان هاي يعني بصف للصورة. فق يعني فقر. شبيه الفقر؟ يقول لك give يعطينا overview مراجعة على whole spectrum of the electromagnetic wave. شنو whole spectrum؟ خاف أحد بباله. whole يعني كل، spectrum يعني طيف، wave يعني موجة، electromagnetic يعني كهرومغناطيسية. فقصده أنه هاي الصورة، هاي الصورة العليمنة هي عبارة عن طيف الإشعاع الكهرومغناطيسي. شنو يعني كلمة طيف؟ طيف يعني مدى واسع من الأطوال الموجية. طيف يعني مدى واسع من الأطوال الموجية، منها اللي احنا نشوفها ومنها اللي ما نقدر نشوفها. صراحة هاي الصورة ما ادري، ما اقدر اقولكم حفظوا لا، احنا العام قريناها يعني العام احنا كان عندنا شوية منهج يختلف، بس هاي الصورة كان بها ارقام، هذول الارقام وهذول الاسماء مالاتهم العام قريناها. اسأل الدكتورة هل مطلوبة او لا، هيمكم انا راح اقراها بس بسرعة. هذه الصورة كليتها اسمها طيف الاشعاع الكهرومغناطيسي. العاليسرة الارقام هاي اطوال موجية، والعاليمنة اسماء الاشعاعات. شنو يعني؟ اول شيء راح نبدي من جوة، اخر شيء من جوة. جاما راي، اشعاعات جاما ايش قد طولها الموجي؟ 400 نانومتر. الاشعة السينية اكس راي ايش قد طولها الموجي؟ 450. الترا فايولت الفوق البنفسجيه ايش قد طولها الموجي؟ 475. الفيزبل لايت، شنو يعني فيزبل لايت؟ يعني المرئيه. المرئيه منين لوين؟ المرئيه تتراوح من نانه، من ال 400 هاي، من ال 400 لحد ال 700 هاي كلها تعتبر مرئيه. الالوان ذن كلهن مرئيات، احنا البشر نشوف ذن الالوان كليتهم تمام. فالاشعاعات المرئية منين لوين؟ خلنا نكتب لكم اياها قدامها. هاي المرئية هاي منين لوين؟ من 400 إلى 700 تمام. نرجع نكمل، راح اربط لكم اياها. 400 هي اشعاع جاما، 450 السينية، 475 الفوق البنفسجية، 550 اللون الاخضر، 580 اللون الاصفر، يعني اشعاعات باللون الاصفر يعني هي ضمن المرئية ما لها اسم. طيب الحمراء شو اسمه 600 و700 مايكرويف. احنا هيك العام قريناها، انتو خاف انا دوختكم، عوف الصورة، اتأكدوا من الممثل والتبليغات، اذا مطلوبة قروها، اذا ما مطلوبة فعوفوا السالفة كليتها، وهاي دقيقتين اعبروهن. انا قريتهن يعني حسب ما العام، فاذا ما دخلات انا الحال حكيت هالحكي وعوفوا، واذا دخلات فاحفظونهن حسب ما ذكرنا. تمام تمام.
دو اخذكم بهذا السلايد بس هو هاي الصوره عندكم، اذا مطلوبه اقروها واذا ما مطلوبه عفوها. طيب هسه ايش راح نحكي؟ راح نحكي بهذا السلايد عن شلون اقيس الضوء. اكو وحدات قياس للضوء واكو وحدات قياس للاشعاع، فراح نتطرق اليهن. تمام تمام. ايش قايل لي؟ طبعا هاي الصوره فوق ما راح اقراها يعني ما اذكر يعني موجوده، واذا موجوده قلت لكم هاي كلها يمكم انتم تسالون الدكتور، اذا هي قرايه فهي حفظ واذا مو قرايه فهي تنترك. تمام. هاي الارقام البيها اسس، هاي اطوال موجيه وتجوه اسماء الاشعاعات اللي تحتويها، وكذلك هذا العمود نفس الشيء، هاي اطوال موجيه وهذه ترددات، تقرونها او لا هاي حسب تبليغ الدكتوره. فما ادري ما اقدر اشرحها وطول الفيديو بعد، احقرا بس الكلام لان هو اهم شيء، واللي يعني اكيد هو امتحان نظري فعل الكلام، ولكن الدكتور اذا راد يجيب من الصور فالمفروض يبلغ. طيب measurement يعني قياسات او قراءات. اللايت اند ات از يونت، قال لك شلون نقيس الضوء. انت ما تقيس الضوء يعني بمقداره، راح تقيس طاقته، راح تقيس طول الموج، راح تقيس تردده. فهذا العنوان يقول لك قياس الضوء ووحداته. قياس شنو؟ قياس الضوء ووحداته. طيب ايش قايل لي بهذا السلايد؟ ذا 3 يعني ثلاثه، جنرال يعني جنرال شلون نقول عام بشكل عام، كاتيجورايز يعني فئات اوف اللايت. شنو اللي يقصد بيه بهذا السطر اللي هو ما واضح؟ يقول لك يعني اختصركم يا، يوجد ثلاث فئات من الضوء. يعني الضوء ينقسم ثلاث انواع، هذا الضوء ينقسم نوع نوعين ثلاثه، هيك قصده. معلومه مو حيل مهمه بس نحفظ ان الضوء كم قسم؟ ثلاثه، ففقط 3 هي المهم. اذا قال للضوء كم كاتيجوري، كم فئه؟ ثلاث فئات. شنو هذول الفئات؟ هسه راح نعرفهم انا وياكم. تمام. اول فئه يسمونها يوفي، يوفي يعني الترا فايلوت، الترا فايلوت يعني فوق البنفسجيه. ثاني فئه اللي هي الفيزيبل، فيزيبل يعني المرئيه للعين اللي احنا نشوفها، الالوان اللي احنا نشوفها، الضوء اللي نشوفه احنا، هذا يسمونه الضوء المرئي. اخر شيء الاي ار، الاي ار يعني الانفراريد، انفراريد يعني شنو؟ يعني تحت الحمراء. يعني شنو ملخص هذا السطر اللي قرأناه؟ الضوء ينقسم ثلاث اقسام، يوفي وفيزيبل واي ار، اما فوق البنفسجية او مرئية او تحت الحمراء. تمام. طيب هاي المعلومات اللي اخذناها. الويف لينث، الاطوال الموجية of the light، ما الضوء بشنو تقاس؟ يقول لك used to be، اعتادت على، measured على ان يتم قياسها بوحدات شنو؟ وحدات المايكرونز، بالمايكرو. يعني شنو قصده؟ اذا جاني سؤال قال لي بماذا تقيس الطول الموجي للضوء؟ تقيسه بوحدة المايكرو. المايكرو ايش قد تساوي؟ هاي حل مهمة، تساوي 10^6 متر. ورا ما اكمل هذا الباراجراف راح الخصه لكم. تمام. وحدات قياس الطول الموجي هي المايكرو، ايش قد مقدارها؟ 10^6. ومرات يستخدمون وحده ثانيه شنو اسمها؟ يقول لك مرات نستخدم وحده اسمها انجستروم، انجستروم اللي هي 10^10 متر، رمزها اي فوق زيرو، انجستروم. تمام. الوحدة الثالثة هن ثلاث وحدات، الوحدة الثالثة أكثر الوحدات شيوعا. تمام. أكثر الوحدات شيوعا اللي هن شنو؟ قايل لك بات، ولكن at present، بالحاضر بوقتنا هذا، the recommended، recommended يعني الموصى بها، اللي يوصيك بها، يعني يقولك لا تقيس بالمايكرو ولا تقيس بالانجستروم، لا أوصيك تقيس بشنو؟ فريكومندد يعني الموصى بها، اللي هي شنو اسمها الوحدة الموصى بها؟ النانومتر. النانومتر يعني شنو؟ 10^9 متر. ألخص لكم الكلام، الضوء قسم قسمين ثلاثة، ايش قد؟ ثلاثة، يو في وفيزيبل واي ار، هاي ملخص الكلام. وحدات قياس اللمدة اللي هي الطول الموجي، الويف لينث، الطول الموجي، وحدات قياسها هم ثلاثة، اللي هن شنو؟ المايكرو يساوي 10^6 متر،
احفظوها هيك. الانجستروم اي فوقها صفر، 10^10 متر. اخر وحدة وهي اهم وحدة النانومتر، 10^9 متر. هذه اكثر وحدة موصى بها النانومتر. هذا الكلام لحد الان هيك قريناه، بس هاي المعلومات اللي قريناها وباقي زايد. الضوء 3 اقسام، وطول الموجي 3 وحدات، مايكرو وانجستروم ونانو، واكثر وحدة موصى بها هي الثالثة اللي هي النانومتر. اذا قال لي ما هي اكثر وحدة موصى بها، اقول له النانومتر اللي هي 10^9 متر. طيب هسه كملنا من الضوء تقسيماته ووحدات الطول الموجي، هسه راح نعرف كل نوع من الضوء شنو بي، يعني ناخذ الفوق البنفسجية وتحت الحمراء والمرئية. قال لك الالترا فايولت الاشعة فوق البنفسجية، الترا فايولت يعني فوق البنفسجية، لايت يعني الضوء. فقال لك الضوء في الاشعاع فوق البنفسجي شبي، هاز ويف لينث يمتلك طول موجي، هاز يعني يمتلك ويف لينث طول موجي. ايش قد طول الموجي؟ فروم اباوت يتراوح بين 100 و400 نانومتر، هاي تحفظونها. ايش قد طول الموجي مال الاشعه فوق البنفسجيه؟ بين 100 و400 نانومتر. طيب الاشعاع المرئي، الضوء المرئي يسمونه فيزيبل لايت، الضوء المرئي يمتد اكستند فروم اباوت من حوالي 400 الى 700 نانومتر، نفس هاي الصوره. ايش قد الضوء المرئي؟ من 400 الى 700 نانومتر. طيب طيب هاي هم نحفظها. اخر شيء الاشعاعات تحت الحمراء الاي ار الانفراد شبيهه تمتد طولها الموجي من 700 الى 10^4 نانومتر. الخص لكم اياها، انا مو قلت لكم الضوء 3 انواع، هنا ايش راح نضيف؟ راح نضيف الاطوال الموجيه. الضوء قلنا 3 انواع، فوق البنفسجية طولها من 100 الى 400 نانومتر، المرئية شقد طولها؟ من 400 الى 700 نانومتر. التحت الحمراء منين؟ التحت الحمراء من 700 الى 10^4 نانومتر، 10^4 يعني 10,000. تمام، هاي الملخص مال هذا الكلام كليته. ملخصة انه الضوء 3 انواع، فوق البنفسجية وتحت الحمراء والمرئية، وكل وحدة لها طول موجي كتبناه قدامها، وثلاث وحدات لقياس الطول الموجي اللي هن النانو والمايكرو والانجستروم. الانجستروم 10^10، النانو 10^9، المايكرو 10^6. اكثر وحدة نستخدمها او شلون نقول موصى بها هي المايكرو، العفو النانو. كملنا من هاي الخزعبلات اللي تلعب النفس مع الضوء وانواعه ومدري شنو بي. هسه راح نجي على شغلات واضحه. يقول لك الضوء بشنو يقاس؟ وحده قياس الضوء، مو طول الموجي، لا الضوء. قال لك الفيزيبل لايت، الضوء اللي احنا نشوفه بعيننا ايش بي؟ يتم قياسه از ميجرد، يتم قياسه. شلون يتم قياسه؟ بواسطه فوتومتريك يونت. شنو اسمها؟ فوتومتريك يونت، وحدات ضوئيه اسمها فوتومتريك يونت. فوتومتريك يعني ضوئيه، يونت وحدات. فاذا قال الضوء المرئي بشنو يقاس؟ يقاس بواسطه وحدات مرئيه او وحدات ضوئيه. تمام، زين هاي الوحدات الضوئيه شنو يعني؟ شلون مقياسها؟ شنو تعابيرها؟ قال لك ذات ريليت، والمرتبطه تو هاو لايت، بكميه الضوء السين الذي يرى، سين يعني يرى، باي بواسطه افريج هيومن الانسان الطبيعي. تمام، العين البشريه المتوسطه. شنو قصده؟ قصده هاي الفوتومتريك اللي هي البي، هاي وحدة قياس الضوء المرئي، هاي شنو تعبر؟ يعني اذا هي خلينا نقول B6 أو B12، هاي تعبر عن مقدار رؤية العين الطبيعية. شلون اقيس الضوء؟ على حسب رؤية العين الطبيعية. فخلينا نقول اذا هي كانت 6 فالمرآة يعني الرؤية طبيعية، اكثر او اقل عنده زيادة او نقصان، فهاي الوحدة الفوتومتريك يونت هي وحدة قياس الضوء المرئي، لازم نحفظها.
وحدة قياس شنو؟ الضوء المرئي. المن للعين الطبيعية average human eye، العين الطبيعية average يعني خلينا نقول طبيعي معدل متوسط، human بشري eye عين، تمام. كملنا من وحدة قياس الضوء. هسه شو يقول لي؟ ان فوتومتري يعني بالوحدات الضوئية، the quantity كمية الضوء the light string. ها هاي راح افهمكم عليها، هسه افهمكم عليها كلش سهل، لان هاي قبل لا نقراها نفهمها. هذا عندي جلوب، شنو هذا؟ مصباح، اسف مو جلوب لغة المثقفين، هذا مصباح تمام لمبة، وهذا شنو؟ وهذا جدار وليس حائط، جدار اسمه، مصباح وجدار وليس حائط، تمام. أنا لما أشغل اللمبة شو يطلع منها؟ يطلع منها ضوء قابل مي. هذا الضوء وين يسقط؟ يسقط على الحائط. وين يسقط؟ على الحائط. هاي احفظوها هاي الشكل. راح نرسم لمبة ثانية وحائط ثاني تفهمكم على الفكرة. هذا جدار، آسف وليس حائط، جدار تمام. وهذا مصباح وليس جلوب، مصباح أعوج قليلا. شوفوا لي هذا، شنو الفكرة من هذه المصباحين؟ تمام؟ برأيكم انتو شو فكرتوا لما انا رسمتكم خيوط سمائية هنا على اليسرى وعلى اليمنى خيوط سمائية قليلة او خطوط عفوا؟ الفكرة من الموضوع انه هذا مصباح قوي وهذا ضعيف. راح تقول شنو يعني؟ راح اقولكم على مصطلحين تمام ادوخكم بهن حالي دوخن، بس انا حاول يعني افهمكم عليهم. الضوء، الضوء اللي يوقع على الحائط شو يسمونه؟ بيش يقيسونه؟ يقيسونه بالوحدة يسمونها ال اليومينس، ال اليومينس، ال اي ال ال يو ام اي ان سي اي، ال يومينس، كثافة الضوء على الجدار يسمونها ال يومينس. طيب شدة الضوء الساطع اللي طالع من الجلوب، شدة الضوء الطالع من الجلوب شو يسمونها؟ يسمونها اليومينس. لو قارنها بالسطر ارجع عيد ما نفهمها، بس لما نقراها انا وياكم، الضوء اللي يوقع على الحائط يسمونه اليومينس. اكو مصابيح ضوها قوي وانتشارها قليل، لهذا اكو وحدتين للقياس، وحده تقيس كثافه الضوء الطالع من المصباح وحده تقيس كثافه انتشار الضوء على الجدار. فاذا قال لي مقدار انتشار الضوء على السطح اسميها اليومينس، اي ال اليومينس، ال يومينس، ال يومينس. اما اذا قال لي كثافه الضوء الساطع من المصباح اسمها اليومينس، يعني انت شغلت ضوء عالي فانت ضوءك حيل عالي اسميه يعني اليومن مالته عالي. لهذا حتى لما انت تشتري ضوء، تشتري جلوب مال بيت يعني مصباح عفوا مو جلوب، جلوب جلفيه، مصباح او لمبه، من تقيسها يعني مكتوب على الباكيت مالها خلينا نقول 400 اليومن، 500 اليومن، شنو يعني اليومن؟ يعني ضواها قوي. طيب هاي مقدار اليومن مالتها، اليومينس يعني مقدار الاسطوع مال الضوء. طيب هذا الضوء مقدار انتشاره على الاسطح يسمونها اليومينس. فهاي الفكرة، الضوء اللي يطلع من الجلوب اليومن، بس الضوء اللي يقع على الحائط اليومينس، تمام؟ مرات ضوء قوي ولكن انتشاره ضعيف، مثل ليزر ضوء قوي ولكن ينتشر بمسافة قليلة جدا، بينما الجلوب العادي ضوء خلينا نقول ضعيف بالنسبة لليزر ولكن ينتشر بمسافة أوسع. لهذا مسافة انتشار الضوء على الجدران أو على الأسطح اليومينس، أما مسافة أو خلينا نقول كثافة الضوء اللي طالع من الجلوب يسمونها اليومينس بدون آي أل. هذا الفكرة من ذن اللي راح نقراهن كلهن.
أنا ما أريد أدوخكم بيها بس كثرت كلام يمكنني، بس إن شاء الله وضحت. أرجع أقرأ، نرجع نقرأها تاني فهم. نقرأها من نانا، من نانا. قايل لك اللايت الضوء، خلينا نغير اللون. اللايت الضوء، إيش بيه هذا الضوء؟ اللايت الضوء، السترينكينج الساقط، السيرفس على سطح معين. الضوء اللي يسقط على السطح، من تسمعون كلمة سيرفس سطح، شنو يعني؟ يسمى اليومينس، اليومينس. الضوء اللي يسقط على السطح يسمونه شنو؟ اليومينس. وبعد قال لك و اند كثافة انتستي انتنسيتي، الكثافة مال هذا الضوء من المصدر شو يسمونها؟ كانت تسمى اليومينس. يعني الضوء اللي يطلع من المصباح نسميه اليومينس كثافته، والضوء اللي يسقط على الجدران نسميه اليومينس. فرق اي ال ها جدا مهمه، يعني ابسط دكتور يجيب هالسؤال. يعني الدكتور اي واحد مفروض يجيب هيك سؤال، يقول لك الكثافه الضوء الساطع من المصباح شنو هو وحدته او ماذا يسمى، يعطيك خيارات تقول له اليومينس. زين اذا قال لك كثافه الضوء الساقط على السطح، بس تسمع كلمه سطح ايش تختار؟ اليومينس. تمام تمام. طيب الحد الان افصلوا، افصلوا لا تربطون. هنا انتهى موضوع، هنا راح اشرككم، هنا انتهى موضوع. كنا نحكي على الضوء المرئي، كنا نحكي عن شنو؟ على الضوء المرئي. لهنا افصلوا، هسه راح نحكي على غير موضوع. هسه راح نبدا بغير موضوع، نحاول نغير اللون، اللون ما موجود بالكره الارضيه. وردي غامق فاتح بنفسجي احسن، لا سماي، لا فيروزي. تمام فيروزي شوي غامق. طيب قايل لك هسه كملنا، لا حد يربط. هسه راح نحكي على الاشعاعات، ما راح نحكي على الضوء. قايل لك الرايت ريديشن، جميع الاشعاعات الضوئيه، ما قال لي الضوء المرئي، هناك قال لي فيزيبل لايت، هنا قال لي لايت ريديشن. شنو فرق بين الفيزيبل لايت واللايت ريديشن؟ فيزيبل لايت يعني الضوء المرئي، الالوان اللي احنا نشوفها كليتها يعني شكش نشوفها، هذا يسمونه فيزيبل لايت. اما الريديشن شنو؟ الريديشن يعني الاشعاعات، الضوء مو بس بالالوان، الضوء اشعاع، فايضا باشعاعات كهرومغناطيسية، عفوا اشعاعات مو يعني مايكروويفية، واشعاعات سينية، واشعاعات تحت الحمراء وفوق البنفسجية، هذن ما نشوفهن. ففرق بين الضوء المرئي والاشعاعات الضوئية. الضوء المرئي هو اي شيء نشوفه احنا، اشعاعات الضوئية هو يعني مدى واسع من الاشعاعات اللي احنا ما نقدر نشوفها. تمام؟ فش قايل لي؟ قال لي جميع الاشعاعات الضوئية التي تشمل الفوق البنفسجية وتحت الحمراء، انكلود يعني تشمل الفوق البنفسجية وتحت الحمراء، راديشن يعني اشعاعات. شلون اقدر اقيسها؟ كان بمجرد يمكن قياسها ان اراديومتريك يونت، بوحدات اشعاعية. راح افسر لكم السالفة، الخص لكم الموضوع، الخص لكم الموضوع عمود مدوخون. الفيزيبل لايت الضوء المرئي، تمام، وحدة قياسه شنو؟ فوتومتريك يونت، وحدات ضوئية. هو ضوء مرئي وحدة قياسه وحدات ضوئية. زين هذه الوحدات كم نوع؟ نوعين، اللي هن شنو؟ ال اليومينس اللي هن مقدار ضوء ساقط على السطح، واليومينس اللي هو مقدار كثافة الضوء الخارج من المصدر من المصباح. من تسمعون اليومينس يعني سطح سيرفس، واليومينس يعني مصباح او مصدر، مصدر الإضاءة. هاي ملخص أول واحد. ثاني ملخص شنو يقول لي؟ ثاني ملخص يقول لي الإشعاعات الريديشن شنو وحدة قياسها؟ وحدة قياسها راديو ميتر أو راديو مترك، هي من اسمها إشعاعات، وحدة قياسها وحدات إشعاعية، راديو مترك يونت. إيش تحفظون؟ الضوء وحدات ضوئية، الإشعاع وحدات إشعاعية. تمام؟ لأنه ما ترأي بالعين. فقال لي وحدة قياس الإشعاعات اسمها راديومتريك يونت. هاي وحدة قياس شنو؟ راح أربط لكم إياها. وحدة قياس الإشعاعات هاي راديومتريك يونت، وحدة قياس الإشعاعات الراديشن، وحدة قياسها راديومتريك يونت، وحدة إشعاع.
والفيزيبل لايت شنو وحدة قياس؟ يعني بشنو يقاس؟ يقاس بهاي الوحدة اللي هي فوتومتريك يونت، الضوء المرئي بوحدات ضوئية، الإشعاعات بوحدات إشعاعية اللي هي الإشعاعات فوق البنفسجية وتحت الحمراء. أنا ما أريد أكثر كلام ولا أريد أقلل الفهم، بس أحاول أوضح المعنى. ولهذا الناس تقول محاضرة طويلة لأن مو بيدي أنا، يعني خو ما أقرأ أقرأ وعبر، شين فائدة ألف واحد يقرأ ويعبر؟ بس إحنا نفهم تعامد يسهل المادة علينا. خاف دكتور يجيب سؤال شوية بيفهم، دكتور يجيب سؤال خارج ممكن يجاوب علي أنت ممكن تفهمه، فلهذا إحنا جاي نقرأ هيك. ولا تقدر أي واحد يقرأ الملزمة ويفهمها ويجيب مدرجة كاملة، لا يطلع بيها بروفيسور. بس إحنا جاي نقرأ على الفهم، واللي يريد يقرأ هلا بيه، والما يريد يقرأ مية هلا ونكمل. لايت الضوء يمتلك some بعض interesting properties. شنو يعني؟ هسه راح نجي على خصائص الضوء. interesting يعني مهمة، أو لا مو يعني مثيرة، يعني ممتعة. هاي فيزيائيين هيك يسمون، يعني أساس ضوء خصائص ممتعة. شنو ممتع بيها أساس عقلية؟ المهم يقول لك الضوء يمتلك بعض الخصائص المثيرة للاهتمام، interesting يعني مثيرة مهمة، تمام؟ وعديد منها many of which، العديد منها are used، يتم استخدامها. جاي يقصد شنو؟ جاي يقصد عن خصائص الضوء. هو الضوء مو بذاته يتم استخدامه بالطب، لا، بس الخصائص اللي يمتلكها من انعكاس وانكسار وحيود وتداخل، كلها هاي احنا نستخدمها وين؟ in medicine. انا ما راح اقرا لكم هذا السلايد، راح افهمكم عليه وارجع اقرا. يجوز ان تدخون من هاي السالفه او تكرهونها لان المحاضره صارت طويله، بس انا على مودكم راح افهمكم على مصطلحات راح تتكرر عندنا وجوز يعني تدوخنا. اول شيء ارجع الايام السادس اعدادي، هاي التجربه اذا تذكرونها، هاي التجربه بلانك اللي هي مال الحيود، لما يدخل لي ضوء وهذا الضوء راح يتكون لي هنا، يتكون لي هدب مضيء، هدب مضيء، هدب مظلم، لا مضيء عفوا، هذا مظلم وهذا مظلم. شنو الفكره من هذا الشيء؟ جا نقوله لان هو موجود بالملزمه. اكو شيء اسمه تداخل واكو شيء اسمه حيود، ذول اربطوهم سوا، لا يعني لا تهدوهم. التداخل هو هذا اللي راح اشركم عليه باللون الاحمر، هذا التداخل. لما موجتين تتراكب، التداخل هذا اللي باللون الاحمر، هذا التداخل. لما موجتان تتراكب، الحيود هو شنو؟ لما تجيني موجه هيج وتحيد عن مسارها، تغير مسارها، مو تنكسر. اكو فرق راح اخذكم بعد شويه مصطلحات جديده لان اكو موجوده من زمان. الحيود هو تغيير المسار في الفراغ. لما جت الموجة وحادت عن مسارها، جت تعدله، شوفوا شلون جت تعدله على اليسرى وصارت ثلاث موجات، بس ما صارت باتجاه عدل، حادته يعني صار زاوية، مقدار زاوية معين. فالحيود تجيني الموجة عدلة كلش ما بيها وتغير مسارها، تمام؟ اذا الحيود هو هنا يصير تغيير المسار. لما الموجة تغير اتجاهها، اذا التداخل، طبعا ما اريد اعرف شنو التداخل انواعه وما ادري شنو، اهم شيء التداخل هو التراكب. تجيني موجتين وتتراكب واحدة فوق الثانية، الحيود تجيني موجة عدلة وتغير مسارها، هذا التداخل وهذا الحيود. ما يهمني تداخل شنو انواعه ما ادري شنو، ماي لان ماي ما اقوم اذكرهن، سواء تداخل بناء او اتلافي وشنو هو ما له علاقة لان ما مذكر بالملزمة. طيب عرفت شنو تداخل؟ يعني تراكب موجتين، يعني موجة تندمج هي موجة ثانية وبأنواع، والحيود تغيير مسار الموجة. طيب هذول المصطلحين إن شاء الله وضحوا. أكو مصطلحين ثانيين اسمهم انعكاس وانكسار. طبعا أنا مو بس راح أشوفكم يعني هذا الرسم، راح أشوفكم فيديوهات. الانعكاس هو عندي سطح معين يجي الضوء ويرجع، شو يصير بيه؟ يرجع، كله يرجع.
الضوء يجي يضرب السطح ويرتد، فالانعكاس هو ارتداد الضوء بمقدار معين. يعني جاني بزاوية خلينا نقول 60 وارتد بزاوية أخرى، المهم ما يعبر السطح، ينعكس. تمام. الانكسار هو شنو؟ عندي كوب ماء المي، كوب ماء، هذا كوب ماء، اجاني اشعاع الضوء هيك ساقط على كوب الماء، ايش راح يصير بالمي؟ العفو، ايش راح يصير عفوا بالاشعاع؟ الاشعاع راح يغير مساره داخل الضوء ويرجع يتعدل. شو يصير بالضوء؟ يغير مساره داخل المي، يجي على المي بس يطب المي يغير، طبعا مو بس مي، سوائل كثيره خاصة بالزيت، الحوض حل كبير، الانكسار حل كبير معامل انكساره. الانكسار هو لما الضوء يغير مساره داخل السائل ويرجع لمساره الطبيعي بعد خروجه منه. راح تقول لي هو حيود، لا مو حيود، الحيود غير مساره للابد، هاي انتهى بعد غير مساره، بعد ما يرجع يلتقي، ما يرجع يتعدل. اما الانكسار فهو تغيير الاتجاه داخل وسط معين والعوده الى نفس الحاله قبل حدوث الظاهره. يعني يجينا الضوء عدل، هذا عدل تمام، وينكسر داخل المي، هذا انكسر، وبعدين يرجع عدل نفس ما كان. هذا شو يسمونه؟ يسمونه انكسار. اذن الانكسار هاي الظاهره ان شاء الله فهمتوها، راح اشوفكم عليها فيديو. طيب بقت شغله، الانعكاس بنوعين لان هم راح ناخذهن. الانعكاس هذا بنوعين، انعكاس مشتت وانعكاس مرآوي، سبيكيلر، مرآوي او منتظم، نقول عليه منتظم اضبط. شنو المنتظم وشنو المرآوي المشتت؟ هسه هذا عندي سطح، خلينا نسوي عدل، عفوا هذا سطح تمام، وهذا سطح، الاول عدل والثاني مروج يعني بموجات، مو عدل، خشن. الضوء لما يجينا على السطح العدل الناعم ينعكس بزاوية تامة، هيك يصير بي. الضوء لما يجينا على سطح عدل ينعكس بزاوية تامة، يعني ينعكس مرة واحدة انعكاس تام. لكن الضوء لما يجينا على سطح خشن، هذا سطح خشن، تعرفون شو راح يصير بالضوء؟ راح يشتت الضوء، راح يشتت بأكثر من اتجاه، ما راح ينعكس بخط عدل نفس ما جلى، راح يشتت الضوء، وراح أشوفكم الظاهرة شلون تصير. اللي فوق اسمه سبيكيلر. شنو يعني سبيكيلر؟ يعني منتظم أو مرآوي، مرآوي يعني جاء من كلمة مرآة. أما الثاني مشتت مرعبل، آسف على الكلمة الجلفية، مشتت مرعبل يعني مو منتظم، يعني شو اسمه؟ ديفيوز. تمام، هذول نوعين من انواع الانعكاس. طيب احنا شو اخذنا؟ اخذنا تداخل، واخذنا حيود، واخذنا انعكاس، واخذنا انكسار، واخذنا انواع الانعكاس. بعد لي شنو؟ بعد لي مصطلحين اضافيات اللي هما شنو؟ الامتصاص والانبعاث. كل الموجودات بالمزامير، يعني ما جاء اشرح لان فد شيء يعني ما موجود، لا موجودات وراح نقراها. الامتصاص observation تمام، الانبعاث imitation. طيب شنو فكرة الامتصاص شنو فكرة الانبعاث؟ العين مالتي مكونة من قرنية وراها شي يجيني تركيب هيج قايل، خلنا نغير لونه، ورا القرنية يجي تركيب مجوف اسمه الشبكية، الرتنة. شنو الشبكية؟ هاي الشبكية بيها خلايا حساسة للضوء، يجيني الفوتون، هذا الفوتون وين يسقط؟ يسقط على هاي الخلايا، هاي الخلايا تمتص، اسمعوا، تمتص الفوتون، وش تحوله؟ تحوله الى اشارة كهربائية لمن؟ للدماغ. احنا شلون نشوف؟ يجيني الضوء بشكل فوتونات، يسقط على العين، يتعدل القرنية، يبدي بالشبكية، اكو خلايا يسمونها سنسيتيف سيل، خلايا متحسسة للضوء. شو تسوي هاي الخلايا؟ تمتص، اسمعوا، تمتص absorption، تمتص منه الفوتونات، وش تحولها؟
تحولها إلى إشارة كهربائية. تمام؟ إذا الفوتونات تتحول إلى إشارة كهربائية تروح للدماغ حتى تعلم الدماغ إنه أكو رؤية، أكو ضوء حتى نشوف إحنا. زين، الانبعاث شنو؟ الانبعاث عكس العملية، أكو فت خلايا بيها شحنات، هاي الشحنات تتفرغ بشكل شنو؟ فوتونات، تبعث الضوء. شنو هذا يعني؟ أي شيء بالكون، أي شيء ببالكم مهما كان، أي شيء أسود أبيض أخضر أي لون أي جسيم يبعث موجات. إحنا بالأصل خلينا نقول هذا أي جسم بالكون، هذا أي جسم بالكون. إحنا شلون نشوف هذا أي جسم بالكون؟ وهذه العين مالتنا، شبكية والقرنية، القرنية والشبكية، هذه العين البشرية. إحنا شلون نشوف أي جسم بالكون؟ هاي العملية مال رؤية. يجي الضوء من الشمس أو من يعني أي مصدر، مهم يجينا الضوء. وين يسقط؟ يسقط على هذا الجسم، أي جسم بالكون. حتى اللون الأسود اللي تشوفونه، يعني تقولون إحنا اللون الأسود شلون ينعكس من الضوء؟ هذا اللون الأسود هو انعكاس لبعض الألوان طيف المرئي. راح أفهمكم على السالفة، هاي موجودة طبعا. يجينا الضوء من أي مصدر، وين يسقط؟ على أي جسم بالكون مهما كان. هذا الجسم راح يمتص شوية من الألوان ويعكس اللون مالته. شنو يعكس اللون مالته؟ نفرض أنا عندي تليفون أسود، هذا التليفون يمتص الأحمر والأخضر والأبيض، يمتص كل الألوان ويعكس يا لون، يعكس اللون مالته. شوفوا شو راح يعكس، راح يعكس هذا اللون مالته، هذا يعكس بس اللون مالته على العين. فهاي عملية، هاي العملية لما يمتص الطيف المرئي اللي هو سبع ألوان ويبعث بس اللون مالته، هاي العملية يسمونها انبعاث، يبعث الفوتونات. فأول شيء هو يمتص الطيف ويبعث اللون مالته للعين، واحنا نشوفه باللون اللي بعثه. فهاي المصطلحات اللي أخذتها مو من جيبي، كل الموجودات بالملزمة، التداخل والحيود والانكسار والانعكاس والامتصاص والانبعاث، كل اثنين سوى أخذتهن وشنو بيهن وشنو مكتوب عنهن بالملزمة. راح أجي أوضح لكم إياها الفيديو، أوضح لكم إياها بشنو؟ الفيديو. أول شيء الانكسار، هذا الانكسار، عفوا بس الصوت ما يكون مزعج، هذا الانكسار، شوفوا لي شلون هو مشغل الضوء شلون انكسر، شوفوا هذا الانكسار، حاول أوضح لكم إياه. الانكسار اللي جاي يصير هنا، الضوء جاي بهذا الاتجاه ورايح بهذا الاتجاه، منكسر ما مكمل عدل، منكسر الضوء. بالتالي هاي العملية يسمونها ريفراكشن بالآر، انكسار. فهذا الريفراكشن، شوف شلون جاي انكسر، حتى لما يغير اتجاهه يظل يغير، هسه راح يغير اتجاه الضوء وهيضا راح يبقى منكسر، يعني راح ما يصير باتجاه عدل، يظل الضوء ما ينكسر، ما ينفذ عدل، الا اذا كان عمودي، فهي حاله واحد عمودي ينفذ عدل، وباقي الحالات لا، ينكسر الضوء اذا كان باي زاويه، ينكسر الضوء، ينكسر يعني شنو؟ وشوفوا لما يرجع بالاخير يرجع يكمل، خليني اوضح لكم هاي السالفه، بالاخير يرجع يكمل على نفس اللون، بس لما توضح اقول لكم شو اقصد. هو مو انكسار، انكسر الضوء، اجان الضوء هيج وانكسر ويرجع يكمل باتجاهه اللي اصلي اللي جيبي، فهو بالاخير يرجع يكمل، شوفوا بالاخير يرجع يكمل ما يظل منكسر. فهذا عملية الانكسار مثلا في اي وسط اي سائل معين، هذا الانكسار. هنا عن شنو راح نحكي؟ راح نحكي عن المرايا والانعكاسات وكل هالدفء، كل الانواع اللي حكيت عليهم. شوفوا اللي فوق الصورة اللي فوق، هاي انعكاس منتظم، specular reflection، الجو انعكاس مشتت غير منتظم باتجاهات مختلفة، يسمونه diffuser او diffuse reflection. اللي على اليسرى مراية، واللي على اليمنى عملة معدنية، اللي على اليسرى طوبة يعني زجاجية او فد تلمع يعني، واللي على اليمنى طوبة بها انعكاس مشتت. حضرب لنا مثال، شوفوا هذا انعكاس مال المراية، راح اجيب مراية وليزر ويعكس بانعكاس منتظم، شوفوا هذا انعكاس منتظم، الخط الرايح راجع عدل ما بي اي شيء منعكس الضوء، هذا يسمونه specular reflection.
طيب الانعكاس المشتت شلون يصير؟ هسه راح يوضحها على غير يعني غير معدن او غير مادي. هذا كله انعكاس منتظم بجاي غير الزاويه. شوفوا هذا انعكاس مشتت، شوفوا ما جاي ينعكس، هو الضوء جاي فعليا جاي ينعكس كمصطلح، بس ما جاي ينعكس بنفس الاتجاه يعني بخط واحد، لا جاي يشتت الضوء باكثر من اتجاه. فهذا يسمونه شنو؟ الانعكاس المشتت اللي هو الديفيوز ريفلكشن. هاي اللي شرحت لكم اياها شلون احنا نشوف الصوره. هاي جاي اقول لك عند الغروب يصير ديفيوز ريفلكشن، انعكاس مشتت لما الضوء يتشتت بكل الاتجاهات. هذا الانكسار، شوفوا شلون انكسار. هسه هذا نبذة المادة، هسه راح يحكي عن انكسار. هذا الحيود والتداخل، هذا شوفوا هذا الحيود والتداخل ذن اثنين، شوف شلون صار هدب مضيء هدب مظلم، نقطة ضوئية بصفها مقطوعة مظلمة، هذا هيك وهذا الحيود كل انشرحن بهذا الفيديو. جزاه الله خير ابن الناس ما قصر. هاي ظاهرة الانكسار بأكثر من طريقة حكيناها، بس للي ما فهم هسه احنا فهمنا الملزمة تقريبا، نرجع بس نقرأ الكلام اللي مسطور بس كفهم، فهمنا انعكاس انكسار داخل حيود كل فهمناه. جس طولت عليكم بس ان شاء الله عمود نفهم ما منظل يعني داخلين. قايل لك من مميزات الضوء هو شنو؟ الضوء بمميزات، اول شيء تكونسيست يتضمن بندل حزمة من الفوتونات، بندل او فوتون تمام. طيب هاي اول ميزة بي. ثاني ميزة الضوء يسلك بهايف، يعني يسلك بوث كلا من ويف يعني موجة وبارتيكل يعني جزيئة. اذا الضوء كم سلوك اله؟ اله سلوك موجي وسلوك جزيئي. هذا بالفصل الخامس بالفيزياء العام اخذناه بالسادس اعدادي، لما اخذنا السلوك الموجي بالفصل الخامس والسلوك الجزيئي ايضا بنفس الفصل اللي اثبتناه عن طريق بعض العلماء، كل من بلانك وغيرهم اللي قالوا كل واحد اختص ان واحد قال سلوك موجي واحد سلوك اسمه جزيئي، وبعدين طلعت النظريه الكهرومغناطيسيه اللي هي جمعت اثنينهم السلوك الموجي والسسمه والجزيئي. فاهم شيء نعرف انه الضوء يسلك سلوكين، ما قايل سلوك واحد، سلوكين، سلوك الموجه وسلوك الجزيئي. طيب يقول لك اذا هو موجه شنو المميزات اللي بي؟ از اويف على انه موجه، اذا اعتبر الضوء موجه، هو مو قلنا هو يعتبر موجه ويعتبر جزيئي، اذا اعتبرته موجه شنو المميزات اللي بيه؟ شنو الظواهر؟ قال لك از اويف كلا على انه موجه التبروديوسز اللي يظهر لي بيه، بروديوسز يعني ينتج، ولكن ما يهمني كلمه ينتج كترجمه، قصدي الخصائص اللي بيه كموجه شنو هو؟ الانترفرنس، انترفيرنس شنو انترفيرنس؟ التداخل اللي حكينا عليه، تداخل يعني تشابك الموجات، تراكب الموجات. وبعد شنو؟ الدفركشن، الحيود. الحيود يعني شنو؟ يعني شلون نقول تغيير اتجاه الموجة. اذا اعتبرت انه الضوء هو موجة فبيه ميزتين، انه هو يتداخل مع بعضه البعض مثل موجات المي، ويحيد عن مساره مثل ما وضحنا بالتجربة اللي شفناها. طيب as a particle اذا اعتبرته جزيئة، الثاني اذا اعتبرته موجه فهو بتداخل وحيود، اذا اعتبرته جزيئه it can be هذه الجزيئه يمكن ان absorb تمتص، لما قلت لكم العين تمتص الفوتونات هي جزيئات وتبعث الفوتونات بعض الاجسام الاخرى اللي رؤيتها. اذا اعتبرت الضوء جزيئات ايش بي؟ يمكن ان يمتص بواسطه شنو؟ بواسطه single molecule جزيئه مفرده، single مفرد molecule جزيئه. طيب هذا اهم شيء قريناه، الباقي الكلام ذن الاسطر الكثيره راح تشوفون انه يعني شلون اقول لكم سرد مو حل مهم، ما اقول لكم عفو بس افهموه عبروا لا تدققون بي بالقرايه. قال لي وين الايت عندما الفوتون الضوئي، لايت فوتون يعني فوتون ضوئي، الفوتون هو الوحده الصغيره اصغر وحده بالضوء. قال لي عندما الفوتون الضوئي از ابزوربد عندما يمتص، زين اني الضوء هو فوتونات وهاي الفوتونات بها طاقه،
إذا الفوتون امتص طاقته وين راح تروح؟ قال لي it is energy طاقته used تستخدم in various way في العديد من الطرق أو المجالات various العديد أو مختلف way طرق أو مجالات. يعني قصدي أني مو أعرف إنه الضوء يمكن أن يمتص وينبعث. من خلال معرفتي لهاي الخاصية أقدر يعني أستفاد منها، أقدر أستفاد منها بالخلايا الشمسية اللي هي تمتص الفوتونات وتحولها إلى طاقة كهربائية. أقدر أستفاد منها بعدة تطبيقات ثانية، بتحويل الحرارة إلى كهرباء، الحرارة إلى طاقة أخرى، بالتالي أنا جاي أستفاد من طاقة الفوتونات. فش قايل لي بما أنه الفوتون يمكن أن يمتص، بالتالي طاقته يمكن أستخدمها بعدة مجالات. هاي معلومة طبيعية ما لها أهمية حيل. طيب هذا الفوتون لما يمتص، هسه هاي خلينا نقول هاي خلية مال العين اللي هي خلية متعسل الضوء، وهذا الفوتون لما يسقط عليها شلون راح تمتص؟ راح تمتص عن طريق مبدأ الأيونات اللي شرحناها باللكجر الرابع بالفيزياء بالفصل الأول، يمكن الأكشن بوتنشل اللي هو دخول الأيونات وخروجها. فالفوتون راح يدخل على أنه أيون، تمام؟ ولما يدخل هذا الأيون يتحول إلى موجة كهربائية ينتقل إلى الخلية المجاورة. فقال لك هذا الفوتون لما يدخل للخلية يحدث تغيرات كيميائية فيها. ليش يحدث تغيرات كيميائية فيها؟ لأنه هو لما يدخل هذا الأيون أكو أيون ثاني يخرج. قلنا مثلا دخل الصوديوم يخرج البوتاسيوم، فالفوتون لما يدخل على صيغة أيون يخرج أيون ثاني، بالتالي شو يصير؟ يصير تغير كيميائي. فإيش قايل لي هنا؟ قال لي هاي الفوتون الممتص شو يسبب لي؟ it can cause يسبب a chemical change تغير كيميائي in the molecule في هذه الجزيئة that in turn وبالتالي تحول الفوتون إلى شنو؟ turn تحول can cause an electrical change. شنو electrical change؟ تغير كهربائي. يعني جاي يصير الأيون اللي يدخل يتحول إلى كهرباء. فقال لك التغير الكيميائي يؤدي إلى هذا التغير الكيميائي يؤدي إلى تغير كهربائي. الأيونات اللي دخلت تخرج بشكل إشارات. هاي جزء أهم شيء نقرأ، إنه الأيونات اللي دخلت يعني الكيمياء الأيون اللي دخل يصير كهرباء. الكيميكال تشينج يصير الكيتريكال تشينج، يعني تغير كيميائي يصير تغير كهربائي. زين هذا اللي قلناه تغير كيميائي يصير كهربائي وين يمكن ملاحظته؟ قال لي this is هذا basically بشكل أساسي what happened ما الذي يحصل، عفوا مو ما، يعني يقول لك هذا بشكل أساسي الذي يحصل what happened الذي يحصل عندما الضوء when the light عندما الضوء فوتونه absorbed يتم امتصاصه in one في أحد الخلايا الحساسة cells sensitive الخلايا الحساسة مال منو؟ مال رتنة مال شبكية. ما دوقكم شرح العملية لي فوق، قال لك إنه التغير الكيميائي الحاصل من امتصاص الفوتون يؤدي إلى حدوث إشارة كهربائية. بعدها إيش قال لك؟ قال لك وين تلاحظ هاي العملية؟ قال لك هذا ما يمكن ملاحظته في الخلايا الحساسة في العين sensitive cell الخلايا الحساسة وين موجودة؟ بالرتنة بالشبكية مال العين. طيب the chemical change التغير الكيميائي in a particular point في نقطة معينة من الشبكية of retina trigger يؤدي إلى نشوء trigger يولد شنو؟ إشارة كهربائية. هاي مو مهمة، لا فوق المهم. إجاني سؤال، هو مو سؤال صعب، بس قال لي التغير الكيميائي في شبكية العين هذا راح أشركم شنو ينشئ؟ ينشئ إشارة كهربائية. التغير اللي يصير بشبكة العين شنطيني إشارة كهربائية المن إلى الدماغ to the brain. ليش ينطي إشارة للدماغ؟ يقول لك to inform ليعلمه، لينطيه معلومة. ينطيه معلومة بشنو؟ ذات بأنه الفوتون الضوئي light photon has been absorbed قد تم امتصاصه at that point بهذه النقطة.
يعني شنو قصده؟ قصده العين مالتنا عبارة عن مجموعة من الخلايا اللي تمتص فوتونات، فلما الخلية تمتص فوتون دز إشارة للدماغ إنه أكو فوتون سقط عليه، وبالتالي الدماغ يتحسس للضوء وإحنا نشوف. ترى شيء حيل حلو لما نفهمه، نفهم شلون إحنا جاي نشوف. الضوء يسقط على خلية واحدة، إنه كأن خلينا نقول نفرض ما أعرف عددهن، خلينا نقول آلاف الخلايا، يسقط عليها الفوتون على واحدة من الخلايا، تدز إشارة للدماغ تقول له سقط عليه الفوتون هنا، فالدماغ يتحسس لهذا الفوتون، وهاي العملية تتكرر على مدار الخلايا كلها وإحنا نشوف هيك. هذا حسب تفسير العلماء، وإن شاء الله يكون تفسير صحيح. تمام. هنا كملنا من بعض الكلام اللي قلت لكم ما إلى داعي بالموضوع، جاي يحكي عن الشبكية والقرنية، ولكن نقرأ نفهمه ونعبره. فكرة إنه شلون يتم عملية الرؤية، قرناها وفهمناها. أنا بودي أظل عيد وأفهم وأشرح بغير طريقة وكل شيء، بس كلها راح تقول لي الوقت كثير، وكلها راح تقول كثرت ومعدت وزيدت كلام وما أدري شنو، بس هاي شو تسوي؟ راح نعبر. The speed of light، speed يعني السرعة، of light سرعة الضوء. راح أفهمكم على هاي الفكرة. هنا نفرض عندي أي وسط، أي شيء حائط، عفوا ما أقول حائط، جدار، وهنا عندي الفراغ. الضوء لما نيجي بالفراغ سرعته ثابتة 3×10^8. لما يدخل هنا الضوء تقل سرعته شويونة، تقل شويونة قليلا، ما راح تقل فرد ناب، مو تصير بطيئة لا، بس تتأثر. فش قايل لي the speed of light سرعة الضوء change، تتغير. When it عندما go from ينتقل من material مادة معينة into another إلى مادة أخرى. مو حل مهمة بس نعرف إنه لازم تتغير. يعني إذا شلون يجيني السؤال، هنا يجيني السؤال بدل change يكتب لي same، يعني يقول لك سرعة الضوء عندما ينتقل من مادة إلى أخرى هي نفسها. تقول له غلط، change تتغير، فقد يعني يغير لهذا المصطلح. كلمة change خليها same، سيم يعني مثل، سيم يعني مثل الشيء، تشينج يعني غيره، يتغير او يتاثر، فهذا المصطلح ممكن يتغير بالسؤال. هسه هنا جدا مهم هذا التعريف، ذا ريشيو المعدل اوف ذا سبيد اوف اللايت لسرعه الضوء ان ا فاكيوم في الفراغ، فاكيوم فراغ، سرعه الضوء في الفراغ نسبة، قال لك معدل سرعة الضوء للفراغ نسبة إلى سرعته speed in a given material لمادة معينة. هذا المعدل ما نسبة سرعة الضوء بالفراغ إلى نسبة سرعته في أي مادة شو يسمونه؟ it called يسمى، هاي جدا مهمة، index of refraction معامل الانكسار. شو يسمونها؟ index معامل refraction الانكسار. شنو قصده؟ هذا ضوء وهذا غلاس مي، يجي الضوء قوي 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 ينكسر شوية ويكمل، فهنا قلت سرعته. معدل سرعة الضوء من نانة اللي هو يعني معدل سرعة الضوء بالفراغ على سرعة الضوء بأي مكان، اللي هو أسرع سرعة الضوء بأي مكان، وسي سرعة الضوء بالفراغ، معدلهم يسمونه Index of Refraction معامل الانكسار. فمعامل الانكسار شنو تعريفه؟ هو معدل سرعة الضوء بالفراغ نسبة إلى سرعة الضوء في أي وسط معين. تمام؟ تمام. بعد إيش قايل لي؟ زين، if the light، إذا الضوء، بيم إشعاع الضوء، بيم if the light بيم يعني إذا إشعاع الضوء، إش بي إذا إشعاع الضوء meet a new material، التقى بمادة جديدة at an angle بزاوية معينة other than perpendicular أكثر من مقدار أكثر من العمودي it bend هو سوف ينحني. رح أفهمكم السالفة، أنا ما أريد أكمل الكلام. هذا الضوء، العفو، هذا أي شيء تعتبرونه، أي مادة، غلاس ماي، زيت، أي شيء، لو حتى غلاس فارغ، وهذا الفراغ اجاني الضوء وين؟ من الفراغ،
ودخل هاي المادة راح ينكسر شوية، أو يسمونها هذا يسمونها انكسار أو انثناء، بيندينج انثناء. هو ايش قايل لي؟ إذا دخل الضوء من أي مادة إلى مادة جديدة سوف ينثني أو ينكسر، تمام؟ شو يصير بي؟ ينثني أن ينكسر، بس بشرط، بشرط ما يدخل هيك. شوفوا هاي الشرط ما يدخل بهذا، هذا الخط اللي رسمته ما يصير، هنا ما يصير انكسار. إذا دخل الضوء هيك ما يصير انكسار. إذا دخل الضوء بصورة يسمونها بيربنديكولر، يعني شنو؟ يعني عمودية. إذا دخل الضوء بصورة عمودية ما راح يحصل الانكسار. فش قال اللي هو نرجع نقرأ؟ إذا التقى الضوء، إشعاع الضوء بمادة جديدة بزاوية عدا زاوية العمودية، هاي عمودي، قال لك أذر ذان عدا البربنديكولر، عدا زاوية عمودية يعني عدا زاوية 90، أي زاوية يلتقي بها الضوء ويا أي مادة ثانية ينكسر، إلا إذا كانت 90 ما ينكسر، 90 ما ينكسر. إذا سقط الضوء بزاوية 90 ما ينكسر. فقال لك إذا التقى الضوء بأي مادة عدا زاوية العمودية شو راح يصير بي؟ سوف بيند ينثني، أو يسمونه ريفراكت ينكسر. ما أريد أعيد، نكمل. طيب كملنا من شلون أقول لكم الضوء شلون ينكسر. هسه راح نحكي عن الانعكاس. اللايت الضوء از ريفلكت بالال مو بالار، ريفلكت مو ريفراكت، ريفلكت الضوء ينعكس to some extent from all surface، يعني شنو؟ يعني الضوء ينعكس الى حد ما، to some extent الى حد ما، from من جميع السطوح. هو مو الى حد ما، العلماء قالوا انه الضوء ينعكس من كل الاجسام، اذا ما انعكس ضوء من جسم شلون راح اشوفه؟ بالتالي ان الضوء ينعكس من جميع الاجسام، هاي ملاحظة قايل لك إياها، إلى حد ما من جميع الأجسام. إش كم نوع من الانعكاس؟ عندي اثنين. There are يوجد two type، نوعين من الانعكاس: الدفيوز الانتشار and specular المنتظم، يعني الفوق المشتت والجو المنتظم اللي هو يسمونه المرآوي. المشتت هو شنو؟ أجي أعرفه. قايل لك المشتت هو انعكاس يحصل، reflection occur، occur يعني يحدث أو يحصل. شو وقت يحصل؟ وين؟ عندما رف، رف يعني خشن، surface سطح، عندما سطح خشن، scatter يسقط عليه ضوء in many directions، في العديد من الاتجاهات. فيقول لك هو عملية تشتت الضوء الساقط على سطح خشن، هذا السطح الخشن، سطح خشن غير منتظم مو ناعم، تمام؟ فهي عملية تشتت الضوء الساقط على الأسطح الخشنة. الرفلكشن occur when the rough surface secreting the light in many direction، يعني هي عملية تشتيت الضوء من قبل سطح خشن لجميع الاتجاهات، many direction العديد من الاتجاهات. زين السبيكولر اللي هو المنتظم اللي هو المرآوي الناعم، قالك هو انعكاس is more useful، أكثر فائدة. ليش more useful؟ لأن تقدر تستفاد منه بالمرايا، ذاك المشتت ما تقدر تستفاد منه، يعني إذا انعكاس مشتت صورة مو واضحة شو تشوف منها، ولكن الانعكاس المنتظم يقول لك هو انعكاس مفيد أو أكثر فائدة، أو قال لك هو is more useful type of reflection، أكثر أنواع الانعكاس فائدة، تمام؟ It is obtained، يمكن الحصول عليه، from من very smooth shiny surface، من سطح ناعم جدا لامع. شنو يعني ناعم لامع؟ smooth يعني ناعم جدا، شنو يعني لامع يلمع؟ فيقول لك يمكن الحصول عليه من سطح لامع ناعم لامع. such a mirror، مثاله المرآة، where it light، عندما الضوء reflected ينعكس at an angle، بزاوية معينة،
that is equal التي تكون مساوية to the angle لزاوية السقوط على السطح. هاي مو مهمة فوق المهمة راح أشركم إياها. هو هذا الكلام كله مهم بس هاي جدا مهمة. إيش قد مقدار زاوية الانعكاس؟ هذا مقدار زاوية الانعكاس مساوي لمقدار زاوية السقوط. يعني شوفوا يسقط الضوء بزاوية 30 ينعكس بزاوية 30، يسقط بزاوية 45 ينعكس بزاوية 45. فقال لي زاوية سقوط الضوء مساوية لزاوية انعكاسه، تمام؟ قال لي معلومة المرور المرايا are used مستخدمة in many medical instruments في العديد من الأجهزة الطبية. instrument معدات، medical طبية. فقال لك وين تستخدم المرايا؟ في العديد من المعدات الطبية. احنا أبسط شيء بالأسنان نستخدم المرايا حتى نشوف الأسنان الأسطح الخلفية للسن ال posterior surface اللي هن lingual surface والpalatal surface. يعني أنا شلون أشوف السن من وراء لما نشتغل؟ استخدم مراية. زين أصلا أنا شلون أشسور، شلون أمشط، يعني أي شيء أسوي أكيد أستخدم شنو؟ mirror، مرأة. وبالتالي قال لك المراية تستخدم في العديد من المجالات وخاصة الطبية ولها استخدامات كثيرة. الميكروسكوب يعتمد على المرأة، ما أريد أعدد بس كم شغلات، كلش تقريبا مو كلش أنا شو مو فدناه يعني بس هو شغلات بالطب تعتمد على المرأة. كملنا من تقريبا الإشعاعات وأنواعها والمرايا وانعكاسات وخصائصها وما أدري شنو. هسه راح نحكي على الطاقة اللي يشيلها الفوتون. إن الفوتون بطاقة، طاقة الفوتون شلون أقيسها وشنو هي وشلون أسميها؟ قال لك the light الضوء، الضوء عفوا مصطلح يعني دقيق ومثقف، الضوء energy طاقة الضوء كان بهايف يمكن أن تسلك like wave على أنها موجة. ليش أعتبر الضوء موجة؟ لأنه يتحرك بالفراغ. يقول لك يعني شنو الفراغ؟ يعني خلال أجسامنا. يعني هسه لو الضوء نعتبره جسيم مثل حصواية ما تتحرك خلال جسمك، ما تخترق جسمك وانت كش ما بيك. فقال لك تعتبر طاقة الضوء على أنها موجة لأنها مو تتحرك خلال الفراغ through the space، تمام؟ ويمكن أيضا or كان يمكن بهايف أن تسلك سلوك الديسكارت. يعني شنو سلوك الجسيم؟ قلنا يمكن للطاقة الضوء أن تسلك سلوك الجسيم، discrete جسيم، particle جسيم، discrete منفصل، يعني نفس قلنا حصواية جسيم منفصل أو إلكترون. فطاقة الضوء يمكن أن تسلك سلوك موجة أو يمكن أن تسلك سلوك جسيم. شلون تسلك سلوك الجسيم؟ with a discrete amount بمقدار انفصال of energy للطاقة. شو يسمونها؟ يعني هذا الكوانتوم مو أقولكم يجي علي سؤال 100% بس ما أريد أصير عراف وأقول لكم إياها. هذا الكوانتوم حيل مهم. هذا الكوانتوم شنو يعني كوانتوم؟ هنا أنا. كوانتوم شنو يعني؟ أصغر مقدار للطاقة يحمله الفوتون الذي طبعا موجود مو من يمين، الذي يمكن امتصاصه او انبعاثه. جدا مهمة الكوانتوم، حيل مهمة. قال لك الكوانتوم هو شنو؟ مقدار الطاقة ذات كان الذي يمكن absorbed امتصاصه and emitted وانبعاثه. حيل مهم. إذا قال لك مقدار الطاقة الذي يمكن امتصاصه أو انبعاثه في الفوتون شو تسميه؟ تسميه انرجي لو كولوم لو جول لو كوارك ولو كوانتوم، تسميه كوانتوم. يعني إذا أعطاك ذن الخيارات اللي هن رموز الطاقة انرجي جول كولوم والكوانتوم، الكوانتوم هو طاقة الفوتون. هذا اللي هنا فوتون، تمام؟ الكولوم وذنه إن رموز الطاقة بس ما له علاقة بها. الكوانتوم طاقة الفوتون، تمام؟
فش قايل اللي هنا قال لك هي مقدار الطاقة التي يمكن أن تصل تنبعث. نكمل بعدها A beam of light. شنو يعني beam of light؟ beam يعني شعاع، light الضوء، شعاع الضوء is modulated. يعني شلون أقول لكم، هذا شعاع الضوء يمكن اعتباره as a stream، على أنه شلون أقول لكم تيار. مودلد طبعا مودلد من الترجمونها نمذج ومدشن ما له علاقة بها، بس يقول لك شعاع الضوء يمكن اعتباره، مودلد يمكن اعتباره على أنه ستريم أوف الفوتون. يعني شنو ستريم أوف الفوتون؟ يعني تيار من الفوتونات، مسار من الفوتونات. كل من هذه الفوتونات شبي إيش كل منها كارينج يحمل أول ديفايند إنرجي، طاقة معلومة معينة. أول ديفايند إنرجي، إنرجي طاقة ديفايند معلومة والمعينة في أو يعني قصد حسنة أو شيء بس معينة. إحنا نقول كل فوتون يحمل طاقة معلومة معينة. هذه الطاقة على شنو تعتمد؟ هاي مو مهمة، يعني هاي المعلومات ركزوا بين حيل جوكم إياها مهمات. قال لك مقدار طاقة الفوتون that is depend تعتمد up on على الطول الموجي مال ضوء. على ماذا تعتمد طاقة الفوتون؟ جاني سؤال which kind of type of أو شو نقول which is the dependent on the which energy of the photon is dependent on it. على ماذا تعتمد طاقة الفوتون؟ تمام، تقول له على طول الموجي مال الضوء، wavelength of the light، طول الموجي للضوء. طيب the energy طاقة ال given photon، طاقة الفوتون شبيهة can be calculated يمكن حسابها بواسطة. شلون نقيس طاقة الفوتون؟ عن طريق العلاقة اللي تقول لي طاقة الفوتون تساوي ثابت بلانك في التردد. H يعني ثابت بلانك، F التردد، فوتون انرجي يعني طاقة الفوتون. طيب نقدر نجزئ ثابت التردد الى C على لندا. فالقانون شلون راح يصير؟ E تساوي H في C على لندا. فهذا القانون الجو نفس القانون الفوق، ماكو فرق، بس التردد جزئ الى طول موجي وسرعة. القانون الاول شو يقول لي؟ هذا القانون الاول وهذا القانون الثالث، يعني نفس القانون. الاول يقول لي الطاقة تساوي ثابت بلانك في التردد، الثاني يقول لي ثابت بلانك في سرعة الضوء على التردد. هو مجزئ لي اياهم، قايل لي الاي هي بوحدة الجول، اتش هو بلانك كونستانت ثابت بلانك، وش قد مقداره؟ 6.6 في 10 السالب 34 جول في سكند. طبعا دكتورة شوية بالطباعة هيش لازم نكتب 6.6 في 10 سالب 3.4 جول في سكند، هيش اضبط يعني عمود اوضح. طيب سرعة السي هي سرعة الضوء 2.988 في 10 اس 8 متر على الثانية. طبعا هي 3 بس هو كاتب 2 دكتورة يعني اساس دقيقة، يعني مو يعني قراءة اساس دقيقة. هنا هاي 10 اس 8 ترى متر على الثانية، وتأكدوا هل هي ثانية تربيع او لا، لان انا صراحة متوهم يعني دايخ، فانتوا اذا تذكرون اسألوا او اذا متأكدين احسن، يعني تأكدوا من المعلومة هل هي متر على الثانية ولا متر على الثانية تربيع. طيب اللمدة هاي الواي المقلوبة يقولونها لمدة، اللمدة هي طول الموج الويف لينث، المين مال الضوء، ان الماتيريال في مادة معينة. طيب هاي مسألة، هاي مسألة نعطيكم اياها الدكتور او دكتورة هاي، وراح نقراها ونعرف شلون نحلها، جدا سهلة. ايش قايل لي؟ قايل لي فور اكوانتوم لمقدار طاقة الفوتون اوف جرين لايت للضوء الاخضر. اول شيء شنو منطيني؟ المعطيات باللون الاحمر، منطيني طول الموج 500 نانومتر، وقايل لي احسب لي طاقته. ايش قايل لي؟ the energy can be calculated as، احسب مقدار طاقته. شلون نحسب مقدار طاقته انا وياكم؟ هو منطيني بس هذا 500 نانومتر. طيب قانون الطاقه شو يساوي؟ hf. عندي تردد؟ لا، اعوف القانون الاول اروح على القانون الثاني، e يساوي hc على لمده.
عندي سي اي حافظها، عندي اتش اي حافظها، عندي لمده هو انطاني اياها. فالقانون الثاني ينطيني بس الطول الموجي وانا احل. شلون راح احل؟ ثابت بلانك 6.68 في 2.988 على 500 في 10 سالب 9 وبقية في 10 سالب 34 في 10 أس 8. بس نزلت الأرقام كل شيء ما سويت. قيمة هذا قيمة ثابت بلانك H، وهاي قيمة C 2.998 واللي جوه هو انطانياها اللي هي قيمة اللمدة. بس أضربهن وأقسمهن وهاي أضرب ثابت بلانك بسرعة الضوء هذا أضربهن والأسس أجمعهن أو أطرحهن هذن الأسس ومن أكمل أقسم على الناتج لأن 500 في 10 سالب 9 هو انطانيها. النانو شقد مقدارها؟ النانو مقدارها 10 سالب 9. راح أحاول أحل لكم إياها يعني هنا بصورة أوضح. انطاني بس اللمدة، قال لي 500 نانو متر، كل شيء ما انطاني. جيت على القانون الأول H في F، ما عندي تردد، مجهول، والطاقة أنا أريد أطلعها مجهول، ما أقدر أستخدمها، فش أسوي؟ أمسحها. أجعل القانون الثاني E تساوي H في C على لمدة. هذا عندي أحافظه وهذا حافظه وهذا هو انطاني إياه، صح. بس بقالي هذا مجهول. أنزل القانون. H هو 6.68 في 10 سالب 3.4، هذا لازم أنا حافظه. C شقد؟ C 2.998 10 أس 8، هذا لازم أنا حافظه. اللمدة هو انطاني إياها شقد؟ 500. النانو شقد؟ النانو 10 سالب 9 في 10 سالب 9، كلها تصفيت أرقام. طيب اضرب واقسم واجمع واطرح وطلع الناتج. قد طلع لي الناتج ما الطاقة، طلع لي هذا الناتج، اخليه بوحدة الجول وبس. الى هنا خلص المحاضرة، هذا الجزء الاول منها، راح اكمل الجزء الثاني بالفيديو الثاني. الماء يطول عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.